السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفعة وتين، معكم زميلكم محمد العقيلي كالعادة في فيديوهات مادة الـ Health Policy. الحمد لله بعدنا مستمرين وإن شاء الله راح نكمل يونت 3 اليوم إن شاء الله. قام بإعداد المحتوى هذا زميلاتكم المبدعات لبنى أمجد وسارة بدران وديالة هزايمة. كمراجعة بسيطة، كانت يونت 1 تتحدث عن موضوع الـ Definitions اللي هي التعريفات الخاصة بالـ Policy، ويونت 2 حكت عن Health Transition والـ Population بشكل خاص، إنه شو الأحداث اللي بتصير بالـ Population. يونت 3 اللي راح نحكي عنها اليوم إن شاء الله بتحكي بشكل أساسي عن الـ Population Pyramid، الهرم السكاني. فبس حاب أذكركم بشغلة، إنه أنا طالب زيكو، فيعني أنا عرضة للأخطاء، فإذا أخطأت فهذا مني، وإذا أصبت فهذا بفضل الله عز وجل. فأرجوك إذا عندكم أي ملاحظة خبروني، عشان إن شاء الله نخلي محتوى الفيديوهات ونخلي نتائج الفيديوهات نتائج مرضية ويعني كويسة مناسبة لكم. فما بدنا نطول، نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام هيك، تمام ممتاز. هسه الـ Population Pyramids اللي هي الهرم السكاني، عن ايش بتحكي او شو هي الهرم السكاني؟ اول شيء it's a diagram that gives information about the proportions، يعني هي عبارة عن مجسم بتعطينا معلومات عن نسب الميلز اند فيميلز بكل فئة عمرية. فأول فائدة إله هون، أو أول يعني إشي بنستفيد منه من الـ Population Pyramid، هي إنه بيعطينا معلومات عن نسب الذكور والإناث في كل فئة عمرية. رقم اثنين، بتعكس لنا it reflects the health status of the population، بتعكس لنا الحالة الصحية للسكان تعون دولة معينة. وآخر إشي رقم ثلاثة، بتوضح لنا أبعاد التطور لدولة معينة. فالpopulation pyramid الهرم السكاني بغطينا ثلاث عناصر مهمة. أول شيء بيعطينا نسبة الذكور والإناث في أو تقسيماتهم في فئة معينة، فئة الأعمار معينة. رقم اثنين بيعكس لنا الحالة الصحية للسكان. رقم ثلاثة بامتدادات أو أبعاد التطور لدولة معينة. فلما تاخذ اي موضوع تسال نفسك يعني شو اهميته. فنفس الشيء بحدث هون بالبوبوليشن بيراميد. شو هي البوبوليشن بيراميد، يعني شو اهميته، شو نستفيد منه، كيف نستخدمه، كل هالشغلات باذن الله راح نجاوب عليكم فيها الان. فاول سؤال عندنا، شو هو الامبورتنس للبوبوليشن بيراميد، شو هي اهميه البوبوليشن بيراميد. رقم واحد بوليسي بلانينج. البوبوليشن بيراميد از امبورتنت، مهمه بالبوليسي بلانينج، لما تيجي تخطط انك تعمل سياسة صحية او سياسة بشكل عام. فعشان تعمل سياسة لازم يكون عندك دراية على الـ population اللي انت بتعمل لهم السياسة هاي. فمثلا عندنا نسبة الذكور اكثر من الاناث، فرح نهتم مبدئيا بسن قوانين او سن اللي هي policies سياسات لمشاكل او اشياء متعلقة بالذكور اكثر من الاناث، حسب يعني الموجود عندنا وحسب فئات العمرية كمان. في رقم اثنين بعد البوليسي بلانينج عندنا فيوتشر هاوسينج استيتس. فهون لما يجي مثلا بدها الحكومة او اي شركة خاصة او اي منظمة بتيجي تعمل سكن او مثلا تعمل مشروع سكني بحيث انه يضم اكثر من بيت لاكثر من شخص، فعشان يعملوا هذا المشروع اللي هي الهاوسينج الاسكان لازم يكون عندهم معرفة بالpopulation اللي رح يعملوا لهم أو رح يوفروا لهم هذا الإسكان. مثلا والله في دولة أطفالها أكثر من middle aged people، فما رح يبنوا والله بيوت كثير، رح يبنوا يعني مثلا إشي ثاني غير إنه البيوت. اللي رح تنقلنا للنقطة الثانية اللي هي future schools. فلو كان عندنا دولة فيها كثير أطفال هيك رح نبني إحنا مدارس كثير، أو العكس صحيح. فالimportance أو أهميات population pyramid حكينا انه البوليسي بلانينج فيوتشر هاوسينج وفيوتشر سكولز. فمثلا بدنا حكومه والله بدها تبني مدارس، كيف بدها تبني مدارس وما بتعرف عدد الاطفال اللي بهاي المنطقه او هاي الدوله وتوزيعهم بالاقاليم المختلفه؟
فرقم أربعة future jobs. بما إحنا هون حكينا عن الأطفال، لازم نحكي عن المتوسط العمر اللي هم من عمر 15 إلى عمر 45 أو 55. هدول بيشتغلوا أو working people، يعني عندهم طاقات ولازم يفرغوها بالشغل عشان ينتجوا، فلازم نوفر لهم شغل. فلما نعرف إحنا population pyramid بنعرف كيف نوفر وظائف وأشغال. رقم خمسة، نقدر نقارن بين دولة وأخرى بال population pyramid. هسه uses of population pyramids، كيف ممكن نستخدم ال population pyramid أو شو استخداماته؟ رقم واحد to find the number of economic dependents، عشان تلاقي عدد ال economic dependents اللي هم المتوكلين أو المعتمدين على غيرهم. طيب كيف نلاقيهم؟ economic dependents being supported in a certain population. حلو، كيف بنلاقي هذول ال dependents المتوكلين على غيرهم ومين اللي بيدعمهم وكيف بيدعموا؟ فأول استخدام لل population pyramid بفرجينا ال economic dependents. حلو، طيب لو تتذكروا ال economic dependents ذكرت كانت بال chapter 1، فالمصطلحات قاعدة بتتكرر معنا. فإحنا بدأنا الحمد لله مصطلحات كويسة، أسسنا مصطلحات عشان هون في كثير مصطلحات راح تتكرر معنا، ف economic dependents كانت واحدة منهم. نرجع لموضوعنا، خلصنا أو عرفنا إنه تقدر تفرجينا ال population pyramid رقم ال economic dependents أو عدد المتوكلين على غيرهم. رقم اثنين observing the working and dependent people، نقدر نراقب ونشوف ونقيم الناس اللي بتشتغل والناس اللي هي متوكلين عن غيرهم، اللي هم عمر 15 سنة فما أقل اللي ما بيقدروا يشتغلوا، أو اللي عنده عمرهم 65 فما فوق اللي هو متقاعدين يعني ما بيقدروا يشتغلوا. رقم ثلاثة calculation of the dependency ratio، ممتاز. ف population pyramid بخلينا نقدر نحسب ال dependency ratio. مين بتذكر dependency ratio؟ dependency ratio ذكرناها بال chapter 2 غالبا، وكانت تحكي بشكل عام هي عبارة عن ال economic dependence أو نسبة ال economic dependence على ال working people. فهاي نسبة كثير مهمة، فال population pyramid بيعطينا هاي الريش، بيبين لنا إياها، بخلينا نقدر نحسبها. رقم أربعة to observe natural increase birth and death rate. في مصطلح مهم كثير لازم تعرفوه اللي هو natural increase اللي هي الزيادة الطبيعية. طبعا الزيادة الطبيعية او الزيادة بشكل عام لأي بلد او لأي منطقة لها عوامل كثير، فعشان يزيدوا سكان هاي المنطقة في مثلا ممكن الهجرات الداخلية انه الناس تسكن هاي الدولة، ممكن يكون عندنا العلاجات الصحية ممكن تكثر من السكان increase، هاي الولادات او نسبة الولادات العالية هاي increase، كل هاي العوامل بتعمل increase. بس في عندنا natural increase اللي هو نوع خاص من increase اللي هو بيكون له علاقة بالموت أو الوفاة والولادة فقط. فكل ما إجت ولادات أو وفيات بيأثر على natural increase. فالpopulation pyramid بخلينا نراقب natural increase. رقم خمسة for planning the future، بساعدنا إنه نخطط للمستقبل، لأنه population pyramid زي ما شايفين إنه بفرجيك عدد السكان وأعمارهم أو نسبهم العمرية، فبتقدر انه تتوقع كيف والله بعد 10 سنوات كيف راح يكون شكل السكان. وهو منتقل النقطة 6 اللي هي for prediction of changes in the age structure across a certain number of years. نقدر هيك انه نعمل prediction، توقع كيف راح يكون تغير او كيف راح يكون البناء العمري لدولة معينة بسنة معينة. هون بعدين بننتقل للمعلومات information about the population that can be read from population. شو المعلومات اللي ممكن نقرأها أو يعني نستنبطها من إيش؟ من the population pyramid. رقم واحد age sex structure. ف the population pyramid بشكل عام بيساعدنا أو بخلينا نعرف شو هي ال age sex structure لهاي the population. age sex structure اللي مش متذكرها أخذناها سابقا كمان، اللي هي التركيب العمري الجنسي. رقم اثنين display of present future and historical trends، بيعطينا التغيرات، بفرجينا التغيرات اللي بالماضي اللي حدثت بالماضي او اللي بالحاضر قاعدة بتحدث او اللي راح تحدث بالمستقبل. كل هاي الشغلات الـ population pyramid بيقدر يعطينا معلومات عنها. رقم ثلاثة the population difference between countries
and between the same country in different times. نقدر هيك نقارن بين دولة وأخرى أو دولة نقارنها بين حالتها قبل مثلا 20 سنة وحالتها هسا. رقم 4 من المعلومات اللي ممكن تعطينا الـ Population Pyramid عن السكان اللي History of Birth, Death Rates and Migration أو Migration. فالهيستوري يعني أو الـ Population Pyramid بيعطينا تاريخ عن الوفيات والولادات والهجرات الداخلية أو الخارجية لهاي الدولة أو للسكان تبعون هاي الدولة. بعدين نقطة 4 نقطة مهمة، كيف تقرأ أو كيف تشوف الـ Population Pyramid؟ يعني عندنا هاي Pyramid كيف تقرأ وشو يعني كيف راح تقدر تتعامل معه؟ عندنا 4 شغلات مهمة لازم تشوفها. رقم 1 Width of the Base، كل ما كانت القاعدة واسعة وعريضة كان عندنا هيك أطفال أو نسبة الولادات عالية، فهي من أحد الأهم العناصر المهمة في الـ Population Pyramid. رقم 2 Symmetry، سيمتري عبارة عن أو اللي ما بيعرف معناها هي عبارة عن تناظر أو تشابه تطابق. يعني مثلا عندنا ورقة طويناها بعدين فردناها، هسا لو بدنا نيجي نطويها لو نطوت بشكل كامل نسمي الطرفين اللي نطوع بعض نسميهم إنه في بيناتهم سيمتري، في بيناتهم سيمتري. بينما اللي بيكونوا مثلا الجهة الثانية أكبر من الجهة الأولى أو مثلا لما نيجي بدنا نطابقهم مع بعض ما يكونوا 100% ملزقين على بعض أو متشابهات 100%، هون بنسميها asymmetry. فالسيمتري بيساعدنا كثير إنه نعرف الاختلاف بين الذكور والإناث. رقم 3 shape of sides concave أو convex. concave زي ما كنا بنعرف اللي هي مقعر، convex اللي هي محدب. كونكيف اللي ما بعرف شكل الكونكيف هي عبارة عن، طبعا البيراميد انتو عارفين شكله هرم، فبعض الاحيان بيشبهوا يعني بعض الاهرامات بتكون كونكيف يعني مقعرة. كيف مقعرة وهو هرم؟ يعني مش زي العدسة والله انه تكون مقعرة، لا هو هرم. طيب كيف بنحكي انه مقعر؟ لما يكون فيه بالنص فراغ وبالاطراف اللي هي فوق وتحت بيكون عندنا وايد شوي، انه واسع شوي، وهاي بتدل غالبا على ايش؟ انه في هاي مورتاليتي ريتس، نسبة وفيات عالية شوي. الكونفكس اللي هو عكس ذلك اللي هو بيكون من الاطراف دقيق اما من الوسط بيكون واسع. حلو، شو بيعطينا هاي الكونفكس؟ شو بتعطينا يعني معلومات او شو بتبين لنا؟ بتبين لنا انه الديث ريتس قليلة. رقم 4 من اهم العناصر اللي هي bumps in the sides اللي هي زي ما بسموها الخبطات او زي النتوءات بين بالاطراف، وهي سببها شو؟ مثلا فئة معينة من الاعمار صابها تسمم بسبب معين فتوفت، فرح يصير في عندنا زي bump هيك زي خبطة بسيطة انه رح يكون مجسم داخل شوي لجوا بمنطقة بسيطة بس، هاي بسموها bump. او مثلا عندنا كل اللي عمرهم 15 سنة سافروا لدولة معينة غير دولتهم، فهم بصير عندنا بمبي زي نقص خفيف انه هيك تدخل شوي المجسم يعني بفوت شوي لجوا. هسا 4 different، خليني افرجيكم شو البمبس. مثلا بمبس زي ما انتم شايفين بالمجسم كونستركتيف، لو بتقدروا تشوفوا، انا صراحة مش قادر اشر كويس، لو بتشوفوا في جهتين بارزات كثير وفي بالنص هيك جهة فايتة لجوا. هون لو كانت بسيطة شوي زي ستيشنري مثلا، حلو هون ستيشنري شايفين الخط رقم 1 2 الخط رقم 4 اللي من فوق، لو عدينا من فوق خط رقم 4 بينه يعني خط رقم 4 لو قارناه بين 3 و5 بنشوف في بمب بسيطة في هيك داخل شوي لجوا، هاي بنسميها بمب أو bumps in the sides. آخر إشي بالpopulation pyramid رح نعرفه اللي هو 4 general types of pyramids، هم الصراحة 3 مبدئيا بس يعني بنقدر نقول انهم 4 أو 3.
هسه بنعرف شو هم. هسه شو خصائص population pyramid اللي احنا بنحكي عنهم طول الوقت قاعدين؟ رقم واحد، males and females are plotted on different sides. بما انه احنا قاعدين زي ما سابقا حكينا انه بتفرجينا different proportion، مختلف النسب من الذكور والإناث في كل فئة عمرية، بفرجينا هون انه الذكور والإناث مفرقين، يعني الذكور على جهة اليسار عادة والإناث على جهة اليمين، يعني هاي men are conventionally on the left females on the right. ومجرد by raw number or as a percentage of the total population، تنقاس برقم أو بتكون زي total أو percentage، نسبة مئوية. بعدين بنحكي هون خاصية رقم اثنين اللي هي rapidly increasing death rates after age 45. بعد ما يصير واحد عمره 45 نسبة الوفيات بتزيد شوي. فزي ما قلنا احنا السمك تاع السمك تاع الفئة العمرية المعينة من بعد 45 بتقل شوي، فالسمك بصير اخف 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 لعند ما تنتهي مثلا العمر 85 او عمر 70 الى اخره. بعدين البروبرتي رقم ثلاثة، الخاصية رقم ثلاثة، new groups are added to the bottom of the pyramid. فكل فئة عبارة عن منضيفها يعني من تحت. فمثلا سنة 2016 كان عندنا اللي من عمرهم صفر صفر لسنة كان مثلا فئتهم او نسبتهم 20%. سنة 2017 اللي هي فئة من صفر لستاش اللي كانت 20% نرفعها لفوق، يعني المجسم قاعد بيرتفع لفوق لانه الاطفال هدول بيكبروا فبيجي بدلهم اطفال ثانيين، فالاطفال الثانيين اللي بنولدوا بيجوا من تحت. فنقدر نشبهها مثلا انه عندنا مجموعة اوراق، فاحنا عبارة عن ايش؟ نضيف اوراق من تحت، بنضيف اوراق من تحت، فالورق اللي كانت فوق يوما ما وسنة ما راح توصل لفوق وتصير هي التوب. بس طبعا بتقل زي ما حكينا هون انه بعد الايج 45 بتبدا النسبه هيك السعه تاعت البيراميد بتبدا تقل 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 لحد ما تختفي تماما. بعدين ناروز وذ لوس اوف ممبرز ديو تو ديث. بما انه حكينا نارو اللي هي تضيق لبعض البارز اللي هي بما انه حكينا انه كل فئه عمريه بعد ال 45 راح تقل، ف القل هذا او النقصان هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن وفيات، كل ما توفى كل ما زاد نسبة الوفيات قلت المجسم او قل الهرم بالسمك. اخر نقطة عندنا هون، number or proportion of males and females in each group is represented by the length of the horizontal bar. هاي هي النقطة الفاصلة. شو بتقول؟ انه عدد الذكور او الاناث باي فئة عمرية بتعتمد على طول الهوريزونتال بار اللي هي الخط الافقي. فاحنا قلنا في بيس مثلا اللي هي القاعدة عبارة عن ايش؟ بار. هاي البار كل ما كانت اوسع كل ما كان في ايش؟ عدد اطفال اكثر. كل ما البار قلت كان عدد السكان او عدد الافراد اللي بهاي الفئة بيكون اقل. هسا عندنا types of pyramid، ذكرنا فوق احنا انه there are four types of pyramid، بس هو الصراحة هم three، لانه الاول واحدة الاكسبانسيف بيراميد التوسعي له اسمين اكسبانسيف وبرود بيست، او هما نفس الاشي. لانه البرود بيست يعني البيس اللي هي الاساس او القاعدة عبارة عن بار واسع شوي، فالاكسبانسيف بيراميد عبارة عن موسع، لو بيبدأ من فوق لتحت عبارة عن اشي بسيط بيبدأ يكبر يتوسع 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 لما يوصل لاخر اشي لما يوصل للبيس. ف من خصائص الاكسبانسيف بيراميد انه البيس از وايد which means high birth rates. اول خاصيه نستفيد منها هون انه البيرث ريتس عالي كثير. حلو، ليش؟ لانه اول اشي حكينا انه البيس واسع شوي، طيب القاعده كبيره، بما انها كبيره في عندنا الولادات مرتفعه شوي. رقم اثنين، low proportion of older population، نسبة الكبار بالسن قليلة. فهيك نقدر نرسم يعني بذهننا كيف شكل الاكسبانسيف، بأنه قال البيس is wide يعني من تحت واسع. حلو، بحيك low proportion of older population، بما انه الهرم بيبدأ من تحت بصفر لسنة وبينتهي
اعمار كبيره زي 75 85، فبحكي انه هون اللي هي الاولدر بوبوليشن نسبتها قليله، فهيك بنفهم انه رح يكون قمه الهرم هاد عباره عن قمه صغيره او قمه ضيقه. هسا حاولوا معي اعرفوا او اتذكروا شو هاي الخصائص، عباره عن اي مرحله من ديموغرافيك ترانزيشن موديل. رقم ثلاثة رابيد بوبوليشن جروث، نسبة النمو السكاني مرتفعة. حاولوا تتذكروا هاي اي ليفل بال ديموغرافيك ترانزيشن موديل. رقم أربعة، خاصية رقم أربعة، each new age group is larger than the one before it، كل فئة عمرية عبارة عن او هي اكبر من الفئة العمرية التي تسبقها. حلو. رقم خمسة high death rate اللي هي low life expectancy، نسبة الوفيات عالية وينتج عن ذلك المدة اللي متوقع انك تعيشها بتكون اقل. رقم ستة poor access to care، اكيد بينت عندكم فكره عن شو اي دوله احنا بنحكي. بور اكسس تو كير اللي هي الوصول الى الصحه، وصول الى العنايه بالصحه محدود. فهون بنهي لنا اياه بقولنا اللي هي فور ديفلوبينج كانتريز، للدول الناميه، ان ذا سكند ليفل اوف ذا دي تي ام، في المرحله الثانيه من الديموغرافيك ترانزيشن موديل. بعدين بحكي لك انه في governmental implications، في تدخلات بالحكومة، شغلات الحكومة بتسويها عشان تساعد الكونتري اللي بتكون developing وبكون فيها expansive population اللي هم بيزيدوا بشكل كبير. ثاني نوع من البيراميدز اللي هو constrictive pyramid، اللي هو الهرم التضيقي اللي قاعد بتضيق. طيب هذا الهرم حاولوا هيك حاولوا اعرف كيف شكله، تخيلوه معي. بحكيك اول اشي low number of young people، بما انه في عنا نسبة ال young people اللي هم ما بدنا نقول اطفال، اللي هم الشباب، يعني من اطفال الى مثلا ما بعد المراهقة، هدول نقدر نحكي انهم young. ف low number of young people ممتاز، يعني البيس ما بتكون واسعة. حلو. رقم اثنين more elderly، بما انه في اقل، او بما انه هناك في الـ young people قليلة، فالـ elderly people هم كبار بالسن نسبتهم عالية. طيب شو السبب انهم نسبتهم عالية؟ بحكيك longer life expectancy، المدة المتوقع انهم يعيشوها بتكون عالية. low death rate و low birth rate، low death rate وال low birth rate عكس بعض، فانه بانه ما في ولادات كثير ما في وفيات كثير، فهم بخلينا بنسبة انه الـ elderly people يكونوا كثار. رقم ثلاثة occurs more frequently especially when immigrants are factored out. حلو. يعني constructive pyramid تحدث بشكل متكرر عادة، وخاصة when immigrants are factored out، لما نيجي نتضمن أو نحسب immigrants المهاجرين الداخلين، immigrants IMM اللي هي هجرة الداخلية اللي بيهاجروا البلد، أما EM اللي هي immigrants للمهاجرين إلى الخارج. رقم أربعة for developed countries that have constructive pyramid، للدول المتقدمة اللي عندها high education, easy access and use of birth control, good health and no negative environmental factors. طيب بما إنه ال education مرتفع، فهون ال country high developed، وبما إنه سهولة الوصول أو سهولة الاستخدام للتحكم بالأسرة، تحكم الولادة موجود، إذا هذا الإشي بيساعدهم أكثر وأكثر للديفلوبت كونتريز. رقم ثلاثة عندنا good health، صحة كويسة، ما في عوامل سلبية بتأثر، أو عوامل سلبية اقتصادية أو environmental بيئية. بعدين عندنا هون نقطة رقم خمسة اللي هي negative population growth. سو هون أكيد حزرتوا عن إيش إحنا بنحكي، نحكي عن اللي هي constructive pyramid على أي level of DTM، نحكي عن level خامسة اللي بيكون فيها negative population growth، لأنه هون زي ما أنتم شايفين النقطة الأولى number of young people قليلين، number of elderly people كثار، فهاي من مؤشرات negative population growth واللي هي level 5. رقم ثلاثة من pyramids أنا stationary pyramid اللي هو الهرم الثابت. أول نقطة بتبين لنا شو هو، عبارة عن similar percentage of all age groups،
كل ال population أو كل ال age groups النسب العمرية أو المجموعات العمرية متساوية، ما في فئة أكثر من الثانية، ما في فئة طاغية عن الثانية، بس في اللهم بعض البمبس يعني بتصير اللي حكينا عنها سابقا في سلايد اللي قبل. طيب إيه هون بيحكي لنا low fertility and mortality rates، نسبة الولادات والوفيات قليلة. ورقم ثلاثة بيقول انها stable neutral population growth، يعني نسبة الولادات والوفيات قليلة ونسبة population growth اللي هي النمو السكاني متوسطة، يعني معقولة بالمعقول، مش مرتفع كثير زي ال expansive pyramid، متوسطة مثل Scandinavian countries such as Denmark و Norway و Sweden. بدي اقول لكم كم معلومة ذكرتهم الدكتورة، يعني اشي مهم كثير وتعرفوه. الدول ال developing countries عادة بيكون شكل البيراميد تبعها يميل الى انه يكون مثلث، بينما دول developing او دول developed المطورة وخلص متطورة بيكون الجراف تاعها او البيراميد تاعها شكله اكثر مش مثلثي، اكثر rectangular اللي هو مستطيل. كل مكان مستطيل كل مكان كل مكان يعني شكله اقرب للمستطيل كل مكان developed country. وكمان في نقطة مهمة حكت لي الدكتورة، انه مثلا جبنا expansive pyramid اللي هو زي ما انتم شايفين بايدكم اليسار، لو جبنا هذا الاكسبانسيف بيراميد وقلبنا خلينا قيمته تحت والقاع فوق، هيك بصير عندنا اي ليفل من دي تي ام، الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، حاولوا تحزروا، وقفوا الفيديو حاولوا احزروا فيه. حلو، جواب السؤال هذا بيكون الدوله هاي بالليفل 5 اللي هي نيجاتيف جروث، لانه هون بيكون مثلا لهنا لو عكسنا بيكون عندنا نسبه الولادات قليله جدا، نسبه الوفيات او نسبه الكبار بالسن عاليه جدا، فعباره عن نيجاتيف جروث يعني الناس اللي بتموت اكثر من الناس اللي بتنولد. هسه نحكي عن implication for governments in developed countries، شو الشغلات اللي بتعملها الجفرمنت بالديفلوبد كونتريز. رقم واحد ستريتش ليميتد ريسورسز، لو تتذكروا زي ما اخذنا بالايكونومكس انه الريسورسز العناصر الموارد ار ليميتد يعني محدوده، ف الجفرمنت بتعمل ستريتش لهي الريسورسز يعني قاعده بتمددهم عشان ايش؟ تو ميت ذا نيدز اوف لارج نمبر اوف ديبندنت تشيلدرن، عشان توفر احتياجات مين؟ لارج نمبر of dependent children، العدد الكبير من الأطفال اللي متوكلين على غيرهم. كيف بتوفر لهم هاي الشغلات؟ من schooling، يعني توفير مدارس كويسة، توفير الغذاء nutrition، وآخر إشي توفير العناية يعني بالصحة. رقم اثنين provide a large number of jobs، بما إنه هون حكينا عن الأطفال لازم نحكي عن المتوسط والعمر، بما إنه بتوفر مدارس هناك هون لازم توفر وظائف. ليش؟ عشان الرجل بيعتمد على نفسه، وعشان الرجل او the working age group support themselves عشان يدعموا نفسهم يدعموا عائلتهم. رقم ثلاثة birth control when the working age group reaches to their child bearing ages. حلو، في مصطلح child bearing ages، هذا المصطلح شو يعني child bearing ages؟ هو عبارة عن السن اللي بتكون فيه المرأة قادرة على الإنجاب وتربية الأبناء. فلما يكون في بالديفلوبد كونتريز يعني تشايلد بيرنج ايجز موجودة، فبحاولوا يعملوا بيرث كنترول عشان ما تزيد نسبة السكان بشكل مهول. ف يعني من ضمن هاي الشغلات اللي هي مثلا انه صار عندنا تشايلد بيرنج ايجز، شو بيصير فيه؟ فيرتيلتي ريتس ويل بي هاي، الخصوبة بتكون عالية يعني نسبة الولادات بتكون عالية. ورقم اثنين ال continued high rates of natural population increase، النسب عالية من ال population قاعدة بتزيد، ف birth control بيكون مهم أو من وظائف ال government عشان تحدد ال developed countries وما تزيد من حد السكان يكون كثير كثير. هسا عندنا ثلاث أنواع من ال pyramids، أخذنا ال expansive وحكينا عنه، أخذنا الكونستركتيف وحكينا عنه، أخذنا الستيشنري.
الستيشنري اذكركم بس انه هو ديموغرافيك ترانزيشن موديل هو ليفل 4 اللي هي يسموها زيرو جروث. هسه ناخذ مصطلح مهم اللي هو اليوث بولج. هسه هذا المصطلح شو يعني؟ هو مصطلح عميق وواسع، يعني بنصحكم انه تتعمقوا بهذا الموضوع لانه كثير مهم للشباب وكثير مهم لكل الدول وخاصة بالدول العربية. فبالعربي يعني اختصار او يعني ترجمة هاي الكلمة بالعربي youth bulge اللي هي بروز الشباب. بروز الشباب يعني ظهور الشباب فجأة، انه يصيروا الشباب كثار. طيب باختصار هي it's a state that is common in developing countries. رقم واحد نستفيد منها انه هي موجودة in developed countries. طيب in which the infant mortality rates decreases، نسبة الولادة الوفيات المواليد قلت. طب هاي شغلة إيجابية. whereas fertility rates increase، نسبة الولادات بتكون عالية أو بتضل عالية، يعني بتزيد أو بتكون هي زايدة من أول وبتثبت على حالها. حلو. طيب بما إنه عندنا هاي الشغلة هاي حسب العرف يعني انه هاي الشغله بوزيتيف. ليش بوزيتيف؟ لانه زاد عندنا عدد الشباب او الاطفال، ولما يزيد عدد الاطفال، الاطفال بما انه هم مستقبل الامه، ف بصير عندنا هيك انه نسبه الديبندنس ريشيو قليله كثير. ولكن في الواقع للاسف العكس. This result in the increase of the competition، الزياده في عدد الاطفال أو زيادة في عدد الشباب بيعمل عندنا تنافس شديد. طيب حلو التنافس، ولكن between the youth on job opportunities، مش between youth يعني between themselves، يعني مش والله بدنا أقارن بين أو بدي مثلا بده شاب يتحدى شاب ثاني مين أفضل، لا بدهم مين أفضل عشان يحصلوا على الشغل. يعني job opportunities بنفهم من هون أنه limited، مش متوفرين بكل بسهولة. which would lead to many things such as major problems like unemployment which increase the dependency ratio. من اهم مشاكل youth bulge اللي هي unemployment، البطالة، والبطالة بتزيد من dependency ratio، نسبة الاتكال. implication of youth bulge رقم واحد انه large proportions of unemployed young people that aren't earning good income will most likely cause a large mass of frustrated youth to become potential source of social and political instability. مبدئيا بما انه في نسبة كبيرة من الـ unemployed، البطالة او الاشخاص اللي ما بيشتغلوا وما في دخل كويس، هاي راح تؤدي الى عدم استقرار سياسي واجتماعي، لانه عندهم الشباب هدول طاقات يعني لازم يختزلوها ويستخدموها لنشاطات وشغلات يفيدوا فيها نفسهم يفيدوا فيها الشعب. ولكن اذا ما عندهم فرصة انه يفيدوا فيها الناس ويستخدموا خبراتهم، فراح يكون في عنا عدم تكافؤ وعدم استقرار. رقم اثنين youth employment and unemployment rates are basic measure of country success. هسه لو بدك تقيس تقدم او نجاح دولة معينة كيف بتقيسه؟ بال youth employment، لما تشوف توظيف الشباب او البطالة او نسبة البطالة هي بتفرجينا شو هي country success. What the WHO says، شو منظمة الصحة العالمية بتحكي؟ بتحكي إنه the change in country's demographic can either be good or bad for the country. تغير في demographics حكينا عنها سابقا اللي هي الدراسة السكانية، تغير في العوامل السكانية لأي دولة can either be good or bad، يعني ممكن يكون سيء أو جيد. If a country's population is growing rapidly، إذا كان عندنا population قاعدين بيزيدوا بشكل سريع، it moves from a high fertility and mortality rates to low fertility and mortality rates. إذا صار في دولة توسع سكاني عالي بصير عندنا الفيرتيليتي ريت، الولادات والوفيات بتكون من عالية بتصير قليلة، ونفس الولادات والوفيات من بتصير حلو. it moves from high to low and this will change the age structure of the population. وهذا راح يغير التركيب العمري ل عفوا هذا الاشي بغير من التركيب العمري للسكان. مثال على هذا الموضوع
over 40 years Jordan will have double the double the working age population. بعد 40 سنة من الآن الأردن رح يصير فيها ضعف نسبة الشباب اللي بيقدروا يشتغلوا. نتيجة لذلك رح يصير في عنا طلب شديد أو منافسة شديدة. طيب لازم نفاضل بين الناس عشان نوفر الشغل. حلو، نفاضلهم كيف؟ لازم يكون عندهم quality education، تعلم أو تعليم مرتفع أو راقي. رقم اثنين and healthcare، لازم يكون الصحة موجودة كويسة. Therefore policies should be set or will be needed. لازم نعمل policies، سياسات عشان نوفر هاي الشغلات اللي نتكلم. هسا آخر عنا نقطة هون مهمة كثير، لي how to prepare the youth full supply of labor. كيف إنك تحضر أو تجهز الشباب للشغل أو إنه يحصلوا على وظيفة شغل by setting a policy plan. أهم إشي إنك لما تنفذ أو تعمل خطة سياسية هيك أنت شو بتعمل؟ بتكون وفرت أو قدرت إنك تساعد في إنه preparation اللي ترتيب أو يعني تجهيز الشخص أو تجهيز إنه واحد يشتغل أو يصير عنده وظيفة. فمنتبعون خمس شغلات لازم تصير على حياة كل شخص عشان يقدر يشتغل يعني، أو توفر له إياها الجوفرمنت عشان يقدر يشتغل. عندنا خمس شغلات نبدأ فيهم من تحت. citizenship أو الإشي الإقامة، إنه يكون للشخص إقامة بهاي الدولة. رقم أربعة اللي هي family، يكون موجود إله عائلة يعيش معهم يعني يعتني فيهم يصرف عليهم. رقم ثلاثة الهيلث، صحة. لو ما في صحة كيف تقدر تشتغل وتبني وتسوي وتحمل. رقم اثنين work، إنه يكون في شغل يوفروا شغل. ورقم واحد learning، تعليم. كل ما كان الشخص متعلم أو willing to learn يعني بما بيشتغل بس يعني بيتعلم وبيزيد علمه، هون تكون أموره أفضل بكثير. آخر نقطة اليوم نحكي عنها اللي هي to help put youth people to work، عشان تساعد الشبان إنهم يشتغلوا. we will have to have a successful development strategy، لازم يكون عندنا استراتيجية ناجحة للتطور اللي بتساعدنا ذات facilitate أو بتساعد the structural change and create job opportunities for youth، اللي هي بتساعدنا في ال structural change التغير الجذري and create job opportunities وتخلق فرص عمل للشباب. والشباب بما انهم هم يعني ما عندهم خبرة فهي الشغلة بتكون ضدهم، يعني قبل ما يقدم على اي وظيفة بيقولوا لازم يكون عندك خبرة وهو لسه بده ياخذ الخبرة من هاي الشركة. فلو وفرنا الخمس شغلات وعملنا استراتيجي معينة ناجحة للتطور، هاي الامور كلها مع بعض يوفر شغل للشباب وتكون المجتمع الديبندنسي ريشيو تبعته اقل. هيك احنا خلصنا يونت 3 الحمد لله، يعني كانت يونت بسيطة مش زي اليونتات السابقة، يونت خفيفة. وان شاء الله ما اكون قصرت معكم، ورجاء اللي عنده اي ملاحظة يحكي لي عشان ان شاء الله نحسن من الفيديوهات هاي وتكون نتائجها افضل بكثير وتأثر عليكم بشكل افضل. كان معكم محمد، اشكركم على استماعكم، الله يعطيكم العافية، والله يوفقكم جميعا كل دراساتكم وكل موادكم. ان شاء الله لقاءنا القادم انتظرونا chapter 4 بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.